كرفان بطول 33 قدم من شركة الكوتشمان شركة الكاتالينا مع توسع مع بلكونة كرفان جميل. وركز معايا بسعر 139,000. نشوف الكرفان، طبعا هذا الكرفان مع البلكونة الجميلة مع الإطلالة الجميلة واقف على البحر. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الكرفان على البلكونة الجميلة اللي عليه. طبعا المظلة الكبيرة، لو بنشوف المظلة، مظلة كبيرة 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 كما بتشوف فيه كبيرة. طبعا طبعا نقدر نضيف الكاميرا الخلفية التوسعة الكبيرة، هذه التوسعة الكبيرة. كرفان جميل مع بلكونة، طبعا هاي بلكونة خارجية وفيها نظام القاعدة. هاي نظام القاعدة، شوفوا القاعدة عشان تشل أوزاننا كلنا. طبعا هذه القاعدة ندش داخل. طبعا اول ما ندش في هذا المكان تبغي مع الحاجز، تبغي تشيل الحاجز، تقدر تشيل الحاجز. عندك مكان حق التلفزيون، عندك نقطة حق نشبك فيه على الساتلايت، جميل. تبغيها تسويها قاعدة عربية، تبغيها تسويها بطاولة طعام، يعني شيء جميل مع اطلالة جميلة على هاي البلكونة. واذا قعدنا داخل الجامعة هاي الكبيرة اطلالتها جميلة على هاي الكرفان. قعدنا على هذا الكرسي، نحطوا لك الشاي، نحطوا لك القهوة، نحطوا لك في هذا المكان، تقدر تحطها في هذا المكان. وعندنا التلفزيون الجميل، عندنا هذا التلفزيون الجميل والمطبخ الجميل ونظام التدفئة. طبعا يوم نبي نشوف مثلا التلفزيون في هذا المكان، غيرنا اتجاه التلفزيون، حطينا اتجاه اللي يعيبنا، ونقدر نبطل التلفزيون نحطه برا. عندنا نظام التدفئة موجود، طبعا الكربان مع مكيفين، وعندنا هذا الكيرف الجميل اللي هو المطبخ والثلاجة الجميلة. طاولة الطعام طاولة جميلة، تبى تحط ريوقك، تبى تحط غداك، تبى تحط عشاك في هذا المكان، جميل يا اخواني. ونحن نقدر نقول الكرفان عائلي وشبابي، طبعا هذا الكرفان عائلي وشبابي. والكرسي الجميل، طبعا هذا الكرسي الجميل، احنا حطينا هالكرسي وقعدنا قاعدة جميلة على هالكرسي. يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا هذا الكرسي نقدر نحطه برا ونقدر نحطه داخل. طبعا اذا حبينا حد يرقد نقدر نسوي له مكان شبريه في هذا المكان، ولا شبريه في هالمكان، ولا افرش ورقد افرش ورقد في هذا المكان. طبعا وانتم بكرامه نشوف الحمام، هذا هو الحمام، حمام كبير وواسع. الكرفان طول 33 قدم مع توسعة مع مكيفين. ندخل غرفة النوم، غرفة النوم غرفة كبيرة وواسعة، هاي هي غرفة النوم. طبعا هذا التور عن الذباب وعن هذا لازم نركبه عند البلكونة. طبعا المستودعات، في كل المستودعات موجودة. طبعا تقدر تزورنا في كرفانات الخليج وتشوف التقسيمة. عندك هذا المكيف، مكيف الإضافي. عندك نظام اليو اس بي، هذا نظام اليو اس بي، تبى تشرج تلفوناتك، تبى تشرج شيء. طبعا الكرفان جميل، تقسيمته الجميلة. كرفان اباكتي وتشوفه بعينك، طوله 33 قدم مع نظام التوسعة مع مكيفين، نظام البلكونة، والله اطلالة جميلة فوق الخيال. سعره 139,000، سعر طيب. وتقدر تزورنا في كرفانات الخليج، تشوف الكرفان بعينك وتشوف كل ما هو جديد في عالم الكرفان. تقدر تاخذ اي تقسيمة عيبك وافضل الاسعار مع ضمان سنة. تقدر تزورنا في كرفانات الخليج. ومعكم اخوكم براشد حمد الفلاسي، مع السلامة.